ومن باريس أيضا ينضم إلينا كادر بير المحلل السياسي. أستاذ كادر أهلا بحضرتك. أهلا بكم سيدتي. إذا نتحدث عن هذه السياسات التي أضرت كثيرا بالاقتصاد في تركيا، وربما آخرها مسألة رفع أسعار الكهرباء وفي الطاقة بشكل عام في هذا القطاع. هذا الأمر أثار غضب الأتراك وقاموا بمظاهرات ضد أردوغان، وأيضا أثار غضب رجال الأعمال نتيجة طبعا رفع التكاليف عن شركاتهم، يعني ارتفاعها. ما تعقيبك على هذه الإجراءات؟ تحية لكم ولمشاهديكم. الحقيقة الوضع الاقتصادي في تركيا ليس على حافة الانهيار، بل هو في انهيار تام، لأن ارتفاع الأسعار وهبوط الليرة التركية مقابل الدولار أدت إلى أن يكون المواطن التركي العادي أن يكون في حالة حسرة على أن يتزود ببعض المؤن التي كانت متوفرة به سابقا، والآن أصبحت فقط للأغنياء. فأقل يعني المواد التموينية الخفيفة جدا كاللحم والبصل أصبحت حصرا على الشعب التركي، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار هناك مقارنة إلى وضع الليرة التركية. بشكل عام أصبح رجالات الأعمال في تركيا يبدأون بتهريب أموالهم إلى الخارج خوفا من السياسات التركية، وتحديدا سياسات حزب العدالة والتنمية الذي بدأ بالسطو على الكثير من ممتلكات رجال الأعمال من أجل تقوية الليرة التركية. ما قام به أردوغان في الوضع الداخلي أو إلغاء الديون الخارجية وأن تكون الديون داخلية، كانت هناك عصابة حول حزب العدالة والتنمية وهم من المقربون جدا من الرئيس التركي، بدأوا بشراء الاستثمارات الداخلية وخصخصة كل ممتلكات الدولة من أجل أن يقول بأن لا ديون على تركيا. وحقيقة الأمر تجاوز المبلغ 500 مليار دولار كديون على الدولة التركية. وبعد الخصخصة وبعد استغلال تركيا للوضع في العراق وسوريا وإيران أيضا، يعني قوت اقتصادها بشكل وهمي على حسابات تلك الشعوب، من وضع الذي كان في العراق يعني بداية من عندما كانت النفط مقابل الغذاء، فكان الاستغلال التركي، وأيضا تعامل تركيا مع إيران وخرقها للعقوبات الدولية على إيران أيضا قوت وبنوع ما الاقتصاد التركي وبشكل وهمي. أقول بشكل وهمي لو سمحت لي فقط في هذه النقطة، أقول بشكل وهمي لأن لا بنية اقتصادية في تركيا. الاقتصادات يلزمها أن تكون هناك بنية اقتصادية قوية كي تبني عليها فيما بعد. لكن سياسات تركيا الخارجية والداخلية وعدوانها على سوريا تحديدا ودعم الإرهابيين وكل ذلك من مخصصات الشعب التركي أدى إلى أن يكون الوضع الاقتصادي منهار تماما داخليا وليس على شفا الهاوية. تفضل. طيب كيف من الممكن يعني أن يقوم أردوغان بعلاج كل هذا إذا ما أراد، وفي نفس الوقت يعني إذا أخذنا في الاعتبار علاقاته المتدهورة بكل الدول اللي حضرتك ذكرتها في سياق حديثك، وحتى القوى الدولية الكبرى علاقته متوترة معها أيضا، وحتى أن بعض المحللين بيصفوا علاقته بروسيا أيضا بعلاقة مؤقتة وليست دائمة، يعني مبنية على المصالح المتبادلة. كيف من الممكن إذا أراد بالفعل أن ينهض بالاقتصاد أو يعود بالاقتصاد للصعود من جديد، ماذا عليه أن يفعل في رأيك؟ بداية دعينا نتحدث عن علاقته بروسيا والتي بدأت من نقطة واحدة، وهي فشل سياسات أردوغان داخل سوريا واستغل الروس هذا الوضع. الروس في سياساتهم خطيرون جدا، يعني بداية كانت بإسقاط الطائرة الروسية والتي تفاخر أردوغان وحاشيته بأنهم أسقطوا طائرة روسية وبأنهم لن يسمحوا والكثير من التهديدات واللاءات، ولكن بعد ذلك بدأ بوتين باستغلال أردوغان وكما يقال بالعامية، يعني بدأوا كما الإسفنجة تماما، بدأوا بشفطه ومصه فقط لأن لأردوغان سياسة في تلك المنطقة. بعد فشلها بدأ همه الوحيد القضاء على
الكرد والقضاء على المكون الديمقراطي الحديث الناشئ هناك، فتخلى عن كل شيء. الروسي ربطه بعدة ارتباطات من اقتصادية والسياسية. فموضوع الطاقة بكلفة أكثر من 20 مليون دولار ولسنوات عديدة وستكون تحت الإشراف الروسي، بموضوع الأسلحة والصواريخ الاس 400 وشرائها بمليارات الدولارات، كل ذلك كان لمصلحة الروسي وليس لمصلحة تركيا، وإنما لمصلحة الروس وضد مصلحة الشعب التركي. هنا أتحدث عن عموم الشعب التركي وليس عن جهة معينة. تركيا أن أرادت أن تقوي اقتصادها، فنسبة أكثر من 70% من الاقتصاد التركي هي لجهة العسكر ولجهة الجيش ولجهة حروبه الخارجية، سواء في العراق أو في سوريا أو ما يسميه تقوية الجيش التركي عبر ساحة منظومات اس 400، وتارة يطرح بأنه إلى جانب الاس 400 سوف يقوم بشراء باتريوت وشراء طائرات روسية حديثة، فكل ذلك عالى وحمل ثقيل على الاقتصاد التركي. إذا أرادت تركيا أن تقوي باقتصادها فلتبدأ بحسن الجوار مع كل الدول التي حولها وتحديدا العراق وسوريا، وسحب كل مرتزقتهم وأسلحتهم وجيشهم من هناك، لأن الجيش يكلف كثيرا الدولة التركية، وأيضا أن يلتفت إلى الوضع الداخلي وإصلاحات سياسية وأيضا في مجال حقوق الإنسان، كي يكون هناك أمان في تركيا، كي يشعر الشعب التركي والمستثمرون من الخارج بدعم وإنشاء مشاريع في تركيا. أما أن يكون الوضع خطر في تركيا، أن يكون هناك تصنيف عالمي بأن لا استثمارات في تركيا، فكل ذلك يؤدي إلى هبوط أكثر في الليرة التركية وأيضا في الوضع الاقتصادي التركي بشكل عام. طيب أستاذ كادر، أخيرا سؤالي لحضرتك له علاقة بانسحاب رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب أيضا، يعني المستثمرين الأتراك والمستثمرين الأجانب أيضا من الدول الأوروبية من تركيا في الفترات الأخيرة نتيجة أيضا سياسات أردوغان. يعني رجل الأعمال بشكل عام دائما يبحث عن مصالحه وعن استثماراته، إن كانت ستكون ناجحة فهو سيستمر، وإن كان هناك خطر فبكل تأكيد سيتوقف. فمثلا على صعيد شخصي، لو كنت أضمن بأنني سوف أستثمر بتركيا مليون دولار وسوف تجلب لي فائض عن ذلك، سوف أعمل، وإن كانت في هناك شكوك وخطر فلن أعمل. الوضع في تركيا خطر جدا، يعني وجدنا حتى تصريح من وزارة الخارجية الأمريكية ينصح الرعاية الأمريكيين بعدم الذهاب إلى تركيا، وكذلك من المملكة العربية السعودية. لهذا أمام أساسها الأتراك كما قلنا خيار واحد، وهو إصلاحات سحب أسلحته وجنوده وجنجويده من خارج تركيا إلى داخلها، وإصلاحات سياسية داخلية. هنا أريد أن أوجه كلمة إلى المستثمر العربي والسائح العربي بأن أموالكم التي تصرفونها في تركيا هي تذهب لقتل الشعوب العربية المحيطة بتركيا، وتحديدا الشعب السوري والشعب العراقي. كل ما تصرفونه يتحول إلى ذخيرة وطلقات إلى صدور المواطنين السوريين، وإلى مصلحة أردوغان لعقد اتفاقات مع الدول الأخرى كإيران وروسيا على حساب مصالح الشعوب العربية سواء كانت في سوريا أو العراق. شكرا جزيلا لك أستاذ كادر بير المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من باريس.